السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم لدينا فائدة نذكرها مع فايز بن سعيد الزهراني في كتاب الجوار من أخبار النساء في القرآن، في قصة موسى عليه السلام مع المرأتين حينما جاءته تمشي على الاستحياء، فقالت يقول هو لكن الله تعالى وصف لنا الطريقة التي بها قالت ما قالت، فقال الله فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول فهي أولا أوجزت العبارة دون إخلال بالمعاني، فهو كلامه بقدر الحاجة فقط، وكأنها تقول لك حق علينا ويريد أبي أن يكافئك على صنيعك. ولذان أحسنت الأدب في العبارة، فلم تطلب منه المجيء لمجرد المجيء بل لغرض محدد يشعر السامع بأن لمجيئه عنده وقت محدد ينقضي من قضاء الغرض. قال ابن كثير وهذا تأدب في العبارة، فلم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يهم ريبة، وهذا أحد معاني الاستحياء. ومن كانت هذه أو من كانت هكذا فهي منزهة من باب أولى عن بذيء القول، كما قال الحسن بعيدة عن البداء. وهي ثالثا جاءت تمشي على الاستحياء، فلا تتكسر في مشيتها ولا تنزع إلى لفت نظر المخاطب إليها، بل تتستر وتتحجب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة قائلة بيدها على وجهها، وقال مستترة بكم ذراعها أو بكم قميصها. واستدل السعدي رحمه الله بهذا الفعل على كرم عنصرها وخلقها الحسن، وهي راعبة لم تتكلم معه إلا لحاجة، وذلك أن أباها أرسله إليه لتدعوه، ولو استطاع أبوها أن يأتيه لما أرسله أو لما أرسلها. فهذه أداب الحديث التي يجب على المرأة أن تتقيد بها إذا احتاجت الحديث مع الرجال. أما الخضوع بالقول فقد جاء النهي الرباني عنه، كما قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده. والله أعلم.